نظمت فئة الشباب ضمن أنشطة رعاية المبدعين كورس للأطفال لتعليمهم مبادئ التصميم المعماري، ليسهل على الطفل اكتشاف ميوله الإبداعية فيما يتعلق بالمعمار والهندسة وتصميم الديكور على يد نخبة متخصصة في هذا المجال. احنا من مسابقتنا في مهندس في مسابقة الابتكارات الهندسية، في عندنا قسم في المسابقة اسمه المهندس المعماري او مسابقة عن الهندسة المعمارية يعني، فلقينا ان شوية الافكار اللي بتجينا الناس مش عارفة يعني هندسة معمارية، فحبينا نعمل الكورس ده ان يعلم الاطفال اللي بنتكلم من سن تقريبا من 9 ل 12 سنة يبتدوا يعرفوا يعني مهندس معماري، يتعرف على الحاجة دي قبل ما يخش لا ثانوي او يخش جامعة، يبقى عارف يبقى ميوله يحددها من دلوقتي، ان يتعلم يعني ايه لغة رسم، يتعلم يعني ايه يعبر عن اللي جواه بالرسم. هي دي الفكرة كلها في مهندس معماري، ان هو يعرف يعبر عن اللي جواه او يعرف يعبر عن المبنى اللي عايز يعمله عشان يعرف ميوله من دلوقتي. فهو فكرة الكورس نفسه ان احنا نطلع اطفال يبقوا فاهمين يعني ايه مهندس معماري. يعني هو الهدف اصلا من الكورس ان هم يتعلموا يعني ايه اصلا مهندس معماري ويعرفوا هو بيعمل ايه بالظبط، علشان ده ممكن يأثر عليهم بعد كده ان هم يعني يغيروا اتجاه تفكيرهم، يعني يطلعوا يحبوا يشتغلوا ايه او يعملوا ايه. والمهندس المعماري المفروض انه بيأثر في حياة الناس كلها، فلازم يعرفوا بيعمل ايه بالظبط. يعني احنا اولا تبع مهرجان الكرازة في محكمين، وثانيا احنا قلنا هندي كورسات للاطفال والكبار عشان الناس اللي تيجي تشارك، في ناس ما بتبقاش فاهمه هو ايه الكورس المعماري او هو ايه التصميم المعماري، فاحنا اول حاجه بنعرفهم ايه هو التصميم المعماري، بعد كده بنبدا نعرفهم الادوات اللي بيستخدموها والافكار ازاي يجيبوها وكده، بعد كده بنعرفهم كمان برامج زي برامج الريفت والاوتوكاد، واوقات هندي 3 دي ماكس لسه هنديهم، ده للكبار والصغيرين، وكل واحد طبعا ليه الكورس بتاعه والتايتل بتاع الكورس. هذا التدريب المكثف والممتع الذي يتعلم فيه الأطفال الرسم والتظليل والعمارة وكيفية بناء المباني وطرق التصميم المختلفة، يعطيهم أيضا فكرة عما يحبونه وما يتميزون فيه كي يبدأوا في التخطيط له والاستمرار فيه منذ الصغر. أنا مامتي جت هنا عشان أنا في موهبة الرسم، فهي جت وعرفت يعني الكورسات بتاعت الرسم، فشافت يعني ان في حاجة حلوة ممكن تعلمني برضو حاجة جديدة على اساس تساعدني لما اكبر، تمهيد يعني تساعدني لما اكبر اللي انا انجح في المجال اللي انا داخله. انت بتعملي ايه النهاردة؟ برسم بالاسطمبة. لك تنضمي للكورس النهاردة؟ عشان نفسي اطلع مهندسة معماري، علشان حاجة كنا بنعملها بنفسنا، فكنا معتمدين على نفسنا، فالحاجة كل واحد فكر في فكرة، فلما احنا عملنا مدينة تعلم اي حد عايز يتعلم اي حاجة يخش يتعلمها، مثلا اي حد عايز يتعلم مثلا طبخ يخش ممكن ياكل اما يتعلم اكل، وفي الكوكب مثلا بيخش يتعلم حاجات عن الفلك، يعني الشكل من بره بيبين اللي هو عايز يخش يعمل ايه. هو احنا بنتعلم ازاي نكون مهندسين معماريين، يعني اتعلمنا الادوات ويعني اخدنا شوية حاجات اثرية وحاجات جديدة، بس يعني اتعلمنا مقياس الرسم واخدنا المباني اللي بتثبت القديمة والحديثة، اللي بتثبت فن العمارة القديمة والحديثة، واخدنا استنبة الفرش وحاجات تانية. توفر الأسقفية الخامات والأدوات التي يمكن أن يحتاجها الطفل في التدريب، وتهيئ له الأجواء للاستفادة والتعلم، وفي ذات الوقت قضى وقت مميز. الاهتمام بمبادئ التصميم المعماري مدخل كويس للأطفال علشان يستوعبوا مفاهيم الهندسة. أي طفل عنده شغف واهتمام بالشقق بالمباني بأشكالها وحاسس أنه يقدر يبدع في المساحة دي يجي هنا في مدرسة المبدعين علشان يتعلم من متخصصين، وفي نفس الوقت يقابل أطفال تانية عندهم نفس الاهتمام. من أسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فريد إدوار، سي تي في.